عندي مشكلة يا شيخ، الله يكرمك في الدارة. اي في رمضان كان تقعد قبل اسبوعين، اي وعطوني ابره من المستشفى مدة 3 شهور، بس بعدها ينزل علي دم. انا كيف دحين اصوم ولا اقضي ولا كيف؟ انت قبل رمضان اعطوك الابره؟ ايوه شهر 8 3/8. طيب وبعدها ينزل عليك الدم لمده 3 اشهر؟ لا لا الثمانيه ما نزل علي الا في 25 قطر، بس قطرات في رمضان كله قعد علي 3 ايام ما فيه ويومين فيه. طيب الدم اللي ينزل صفته صفه دم الحيض؟ قليل مره، ما اشوف الا في المنديل الله يكرمك. اي اقصد انه ليس صفته صفه دم الحيض، لا في لونه ولا في رائحته ولا في ألمه. ما أظن الألم يجيني أوقات ألم الظهر. طيب جاتك وقت معين لمدة أسبوع بس وبعدين خلاص؟ لا لا استمر معي رمضان 3 أيام. إيه لا لا أنا أتكلم عن الألم، ألم الدورة. ألم جاتني في أول الشهر وفي آخر الشهر. إيه خلاص الوقت الذي فيه صفة دم الحيض. أيوه. اللي فيه صفة دم الحيض هذا يعتبر دورة، لكن يبدو لي أن طول الشهر ما أتاك شيء له صفة هذا الدم. طيب. كله دم أحمر رقيق ليس صفته كالصفة التي تعرفينها، فلي لا يعتبر حيض وصومك صحيح إن شاء الله. طيب من 24 وراء أحس أني أكثر من أول. أي أكثر ومعه آلام. أيوة. وأنت جرت العادة دائما أن الدورة تأتيك آخر الشهر. أيوة. ها؟ أيوة بس أنا بقول علشان أعطوني إبرة يعني ما هو عادي. عموما اذا كان اذا الابره اللي اعطوك ايش تاثيرها؟ تمنع الدوره ولا حمل؟ ايوه ايوه تمنع الدوره. ايوه لانها تستمر عندي اسبوعين مره. اي فهي اعطوك اياها لتمنع الدوره. ايوه عموما. واذا كان الدوره عاده تاتي لك في اخر الشهر وانت في اخر شهر رمضان اصابك الام دوره وزاد عندك الدم، فمعناها ان هذا وقت دورتك يعني اقضي اي تقضين الايام هذه فقط، اما الايام التي قبلها فلا.